جريوة ذو تعذيب باكو حشيشاوي بزنس في قهوة بن نحيلو الفيشة الكلام ووجع لك راسك على راسي ريشة وسردينة مش كي تن محلها العيشة كي تركحها بنت كلاسك اللي عامل فيها ما هوش هوني ديما يطل يسقسي عليك الخير وما تدبعش اخباري نظف مخك وبرا ان شاء الله نهارك فل ومن اللي عرفتك وانا ليلي كيما نهاري وبرا بعدني بعد جمل على حذبتو وما تصاحبني والساقط يتشد بكذبتو يجي حاسبني كان فيكم راجل بكلمتو مازال الخير وكل واحد ياكل قدمتو ويجا نحكي لك عذيب اللي براك ليلى ليلى اللي بدات بالعيب وخرجت في القيلة عرض الذيب قالها شبيك قتلوا مبيلة قالها نمشي وللدار ونديروا الويلة ونديروا عيلة ونجيبوا ذيوبة طفوا شمعات ونبدلوا مفتاح الكوبة نشري الكروبة نبداو نخربشو جيني الليلة هاي معايا حبي نهربشو قعدة طولت والمجيرة تكولت صباو رمان والنمالة لتو معاولت بيبان تكوبت والقطوسة هودت صار اللي صاروا ليلى ما كان الوقت تعودت قالت منه لقلق نمشي لوكي نقلق حتى كان نجيب منه ذيب ولا لقلق وفي حبه غارقة ما بولا بيه والمخاخ العارقة ما تنسيني فيه دارت ليام وروحت بي الذيبة قت موبيلات لقات الغار ريحته غريبة شكت في الذيب وقتلو درت علي حبيبة كلا الحكاية بكات وقتلو اليوم نهارها ونهد عليها لدارها والذيب مش عبارها صار اللي صار وليلة نشرت اخبارها خذ العبرة من البرة والخيط لي فيها داخل واسمع النبرة يا هبرة نتحرك بشني باخل كنبيع الغبرة ما نبرة ندخل روحي في مداخل طموح خبرة ما يتلاقوا يا متفاخر يا 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 يا